ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمرين رقم 48، وإحنا اقتربنا من انتهاء من 50 تمرين لتطوير اللياقة البدنية عند لاعبين كرة القدم. وهذه التمارين نصحنا أن تكون خلال فترتي الإعداد يتم اختيار جيد منها للتدريب. يمكن إعطائها خلال فترة المنافسات، خصوصا إذا كانت عندك وحدة تدريبية هوائية باليوم أو وحدة تدريب سرعة بالكرات ممتازة. وهاي التمارين قلنا بيها ركض، المباراة بيها ركض، بيها دحرجة، المباراة بيها دحرجة، بيها تغيير اتجاهات كثير، بيها تغيير اتجاهات كثير، بيها تبديل مراكز، بيها تبديل مراكز، بيها ما يعرف بتصويب، بيها تصويب، بما يعرف بتبادل الكرة، بما يعرف بتبادل المراكز، بما يعرف بالدحرجة والرأس للأعلى حتى لا يحدث تصادم بين اللاعبين. تنمي الرأس للأعلى، هيد أب هيد أب هيد أب، عشان اللاعب يسوي سكانينج للمنطقة اللي يدرب بيها. ومسافاتها هي تحت سيطرة المدرب، مثلا أنا خليه هنا يعني هذا 40 في 40 على سبيل المثال، ونصفه بثلاث علامات وعلامتين بالأعلى بالأفقي والعمودي، يكون عندي 50 علامات. أسمي التمرين بخمس علامات مثلا. ماكو شيء ثابت، كل شيء يكون فلكسبل، حتى الحياة تكون فلكسبل يعني. زين، وشوف التمرين، أنا أقول يعني كل لاعب يسوي 10 مرات وكله بالسريع، دحرجة 15، مناولة 15، ركض سريع 15، كله بالسريع. فعشر مرات كافية، ولكن بما أنه فترة الراحة اللاعب اللي يأخذها طويلة، لأن العمل يجري الآن بكرتين فقط وضمن مسافة 40 ياردة، أقول يعني نسوي 15 مرة مثلا على سبيل المثال إلى الحصر. والموضوع عائد للمدرب نفسه، تمارين ما بيها غير الدحرجة، مناولة وركض متسلسلة من 1 إلى 2، روح مكان واحد مكان واحد، من 2 إلى 3، 2 مكان 2 للأصفر، هذا مكان هذا، تبادلوا المكانات بس. وهذا تمرين ما يحتاج إلى تنظيم عالي، ولا يحتاج إلى وقت، ولا يحتاج إلى عدم إدراك، إدراك بسيط والتمارين الجيدة، لأن اللاعبين يحبون العمل مع الكرات. هاي تمارين لياقة بدنية، بدل أن أخلي اللاعبين يعني أنا لو أرفع الكرات الآن، لو أفترض أرفع الكرات وأسوي نفس التمرين هذا بدون كرات، أقدر أسوي يعني أسوي ركض سريع توقف تبادل مراكز، ركض سريع توقف لحظة، ويسمو مومنت لحظة توقف ثم الانطلاق بدون كرة كلها. لكن هذا إذا تقارن مع الكرة الآن فرق واحد، أنه ذاك الشدة مسيطر عليها سيطرة كاملة، هذا تختلف الشدة خصوصا إذا كان هناك رداءة في المناولة يعني بالتكنيك، فيتوقف تقريبا. لذلك المدرب في مثل تمارين 50 تمرين يجب أن يكون مجهز احتياط عند كرة، عشان إذا طلعت كرة المدرب يعطي الكرة ويستمر التمرين. أذكر أنه هاي التمارين اللي بدون خصم يسموها not opposing training، ماكو خصم بها، لا تعطيها لفترات طويلة، دائما الفترات الطويلة أعطيها لشيء قريب جدا للمباراة، مثل ما يعرف اللعب، الألعاب المصغرة، ألعاب الربط، أعطيها وقت. لكن هاي التمارين اللي هدفها الأسمى هو اللياقة البدنية دائما أعطيها الفترة القصيرة. وفي حديث مهم في كرة القدم في الألعاب الأخرى، أنه إذا تريد تعطي تمارين not opposing ما بيها منافس، دائما قلل الوقت، لزيد الوقت، الوقت خليه قليل، التكرار خليه قليل، لأن هناك اعتراض على أنه التمارين من دون كرة بعض المدربين يعطوها لفترات طويلة. لا تعطيها لفترة، أنا بأيد الكلام، لا أعطيها لفترات طويلة، هذا تمرين بدني فني ممتاز، إذن ليش أعطي فترة طويلة؟ سوي 3 دقائق راحة، 3 دقائق راحة، 3 دقائق راحة، يعني راحة دقيقتين. أو أسوي بالعدد، أقول المجموعة الأولى كل لاعب يركض مثلا 5 مرات، أو شوف المجاميع دي تتنقل
الأصفر وين راح، مجموعة الأصفر الأزرق وين راح. فمن يرجعون المجموعة الأولى لمكانهم، المجموعة الأولى تكون خلصت، أبطي راحة أبدي بمجموعة ثانية. يعني من يلفون ذول الأربعة ويرجعون لمكانهم يكون أدوا مجموعة واحدة، سيت واحد، فأعطي ريست، أعطي دقيقتين ثم أبدي. بدت المجموعة نأخذ على المجموعة واحد، رجعوا واحد الأصفر والأزرق إلى مكانهم، انتهت المجموعة الثانية، هسه بدت بداية جديدة تمرين. وهكذا نشوف أنه هل يمكن السيطرة على الشدة، لأن مهم إيه نعم خلي لك شيء دال يسموه يعني نقطة دالة. النقطة دالة منهم أول لاعبين كانت عندهم الكرة، إذا رجعوا نفس المكان مع الكرات وقف واعتراح. هاي التمارين أركز عليها وتهمني جدا، وهي مسمات باسمي إن شاء الله، وراح تلحقها تمارين أخرى يكون بها جانب تكتيكي أكبر ومهم للمستقبل بإذن الله تعالى. أنت دائما فكر بالأكشن، الأكشن يكون سريع والأكيوريسي الدقة تكون جيدة، ودائما قف خارج الساحة، لأن ما في تدريب هنا، كوتشنج ما في كوتشنج، لا قف خارج الساحة، لا تستخدم غير كلمتين كواليتي يعني نوعية، قولها بالعربي والإنجليزي، يعني تريد شيء زين احنا نسميه بالعربي شيء زين، كواليتي نوعي وكويك كويك سريع، كواليتي. لا تعطي محاضرات في مثل هذا التمرين. هذا التمرين رقم 48 من السلسلة مالتي من طريقتي في التدريب، حبيت أسوي صورة وصوت وأدعو الأخوان المدربين اللي دائما يتابعوني يعني يكتبون رأيهم بهذا الجهد المتواضع اللي دائما يعني نتاجه يكون لصالح المدربين العرب إن شاء الله. شكرا جزيلا، أنا موفق لنا، شكرا.